عبر للسينغوا في التغطية السليمة، ترجع الكرة من جديد وأقصى اليسار للمتقدم فالنتاين، كرة لي على دين يوسف، تمرير سريع لمحمد أحمد بشير بشا ليوسف محمد، نقلات شوف في حالة فقدان الكرة من جانب فريق زيسكو يونايتد بالكامل يتراجع ويبقى جاكسون موانزا وحيدا في المقدمة ليرتد سريعا لينقض سريعا ليلعب سريع، هذا تكتيك وبالتأكيد تكتيك ممتاز الفريق الزامبي، كرة منقولة هلالية معكوسة والحارس جاكوب باندا حارس زيسكو سيطر على الكرة، حارس القائد قائد فريق زيسكو يونايتد من الحراس المميزين ويصنف الحارس الثاني في زامبيا خلفا للأول طبعا هو كنيدي مويني المتألق يتبكري هيثم مصطفى ومعز محجوب، ولكن العودة بدأت تدريجية لعدد من الأسماء، خليفة معز الآن والعودة منتظرة، هنا كرة زامبية خطيرة، كرة جول لزيسكو يونايتد، الهدف الأول لزيسكو يونايتد عن طريق وينستون كالينغوا يحرز الهدف الأول لزيسكو. زيسكو كان هو الفريق الأخطر، زيسكو هو اللي كان أكثر واقعية، وهذه هي المنطقة ما بين سيف مساوي وعبد اللطيف بوي، هو الانطلاق وهو الدخول وهو تحقيق الهدف، وربما تحتاج لتدخل من غارزيتو. هنا كرة شوف تمريرة بينية في العمق الدفاعي في توقيت سليم، هرب اللاعب وينكسون كالينغوا وسجل الهدف الأول لفريق زيسكو يونايتد. باري ديمبا يأتي سريعا كحل لهذه المعضلة، ربما باري ديمبا سيعود لوسط الدفاع بجانب سيف مساوي، هذا هو الوضع الطبيعي للدفاع الهلالي، وربما يكون عبد اللطيف بوي في وسط الملعب، انطلاقة سريعة من جانب كاريكا في محاولة ويعكس كورة، كاريكا عالية محاولة بالرأس مقطوعة من جانب فريق زيسكو، شارلس سينغوا ترجع ليوسف محمد يلعب كورة عالية والرأسية من جانب سادومبا، ربما هي الكورة الأولى الخطيرة من جانب فريق الهلال، لم نشاهد كرات خطيرة، لم نشاهد تهديد حقيقي من جانب فريق الهلال لدفاع زيسكو المنظم، وشاهدنا طبعا العكس، تهديدات كثيرة من جانب زيسكو يونايتد، وهذا اللي نتج عنه الهدف الأول. عموما مباشرة كاريكا ممتازة ليوسف محمد، محاولة وكرة معكوسة ولكن أيضا تغطية موجودة من شارلس سينغوا، تحولت الكرة لرمية تماس هلالية، توري إبراهيمة، كرة مرت من توري وتحولت مباشرة لمصلحة زيسكو، وقت يمضي لنهاية الشوط الأول في انتظار الوقت طبعا المحتسب وهو 3 دقائق، كرة ملعوبة تحولت لمسة يد على بورتفيرو زولو، لاعب وحيد محترف خارج زامبيا في هذا الفريق وهو من زيمبابوي، كرة ملعوبة عالية محاولة وتسديدة، يا الله يا الله من هذا المدفعجي، يا الله من هذا المدفعجي اليساري اللي أطلق قذيفة وقذيفة قوية جدا، ارتدت لتجد القناص كاريكا بالراس يضع الكرة في الشباك، هنا الإعادة لا على الجهة اليسرى، شوف تسديدة صاروخية وكرة في المرمى من كاريكا تعود بالهلال في حالة التكتيك العالي، في حالة القوة الدفاعية العالية، الحلول تأتيك من التسديدات، والتسديدة أتت من فالنتاين نوبلو اللاعب اللي يقدم مردود جميل، هنا عكسية سريعة والتغطية تأتي والتأمين لمصلحة فريق الهلال، هدف يعود بالهلال في المباراة، يعود بالهلال أمام زيسكو في كورة كانت قوية مع اقتراب اللحظات الأخيرة للشوط الأول لهذه المباراة هنا في ملعب استاد الهلال، وبالتالي تستمعون للصيحات الجماهيرية والحركة الجماهيرية وللتشجيع القادم من المدرجات
كرة منقولة لمهند الطاهر، يلعب كرة للخلف والإبعاد من يوسف محمد، رأسية محاولة من جانب سادومبا لكن الكرة مقطوعة، مقطوعة من جديد من جانب باري ديمبا لتتحول لهذا اللاعب اللي بدأ بقوة يدخل في قلوب الجماهير الهلالية ويسجل نفسه على اعتبار أنه صفقة احترافية ناجحة 100% في الجهة اليسرى للهلال. وترجع الكرة لفالنتاين، محاولة المرور ولكن الكرة اصطدمت وتحولت لرمية تماس لمصلحة فريق الهلال. ملعوب تماس مع عبد اللطيف فوي، كرة ملعوبة عالية، هيأ كرة والكرة أبعدت، تحولت لضربة ركنية، تحولت لضربة ركنية لمصلحة فريق الهلال مع مهند الطاهر. مهند يتقدم للتنفيذ، كرة ملعوبة لإبراهيم التوريلي، مهند الطاهر يعكس كرة مباشرة، رأسية جميلة، فرصة، أوه الهدف، الهدف، الهدف الثاني لمصلحة الفريق الهلالي عن طريق متابعة المدافع باري ديمبا. باري ديمبا في الكرة الملعوبة المعكوسة اللي تحولت مباشرة إلى داخل الشباك، شوف كرة ملعوبة من مهند الطاهر والرأسية في الأولى والثانية، كمل باري ديمبا، كمل المدافع ديمبا. 2-1 لفريق الهلال في هدف أيضا أسعد الجماهير الموجودة، بغض النظر طبعا عن المباراة ودية، المباراة رسمية، الجماهير أحيانا تحشق الأهداف، ولكن أعيد وأكرر أقول في هذه المباراة وفي كل المباريات الودية فائدة المرجوة والمنشودة من الإعداد البدني والتكتيكي والمهاري هي بالأساس في فائدة هذه المباراة مع زامبيا. مع زي مرت على اليسار، وهنا مع كل لقطة مع كل كرة غارزيتو، غارزيتو ردت فعل على التسديد، وهو معجب تماما بالمستوى المتطور للكرة السودانية، شاهدوا في أندية المقدمة وشاهدوا أيضا في المنتخب. كرة ملعوبة عالية تحولت لضربة مرمى مع بهدي محمد عبد الله في الحوار السريع مع المدرب قبل هذه المباراة. إذا كما ذكرت مباراة تمضي للخواتيم، مباراة الهلال ودية مع زيسكو، وبالفعل أتت صافرة الدولي بدر الدين عبد القادر لتنهي هذا اللقاء بتفوق فريق الهلال بهدفين مقابل هدف. الفائدة الأكبر والفائدة الأهم هي الاحتكاك، وهي مباراة قوية قدم فيها زيسكو الزامبي، مباراة محترمة على أعلى مستوى. إذا مشاهدي الشروق في كل مكان، إلى الملتقى من جديد في مباراة من مباريات المنقولة عبر الشروق، مباراة أيضا زيسكو المريخ الخميس منقولة، مباراة الشندي غدا بونا مويا الأوغندي أيضا منقولة على الشروق. أتمنى لكم وقتا سعيدا وطيبا، حاتم التاج يحييكم، الكلمة الآن مع زملائي في الاستوديو التحليلي كابتن كسلة وكابتن الرشيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.